فاتن حمامة، أنا مع عادل إمام. علاقة حب واحترام متبادل بين كل من سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وعادل إمام، ولكن برغم هذه العلاقة الطيبة لم يحدث ونرى عملا يجمع بين كل من النجمين، ويعود ذلك للحفاظ كل منهما على نجوميته دون أن يقل منها نجومية الآخر. وبالرغم أنه كان من الممكن أن يكون هناك مشاريع تجمعهم معا، فقد قيل أن فاتن حمامة قد طلبت من عادل إمام أن يشارك بدور شقيقها في فيلم ليلة القبض على فاطمة، ولكنه رفض خوفا من نجوميتها الكبيرة جدا ومن أن يجسد دور شرير فيهاجمه جمهورها. كما انه قيل انه قد رشحها لفيلم الانس والجن قبل يسرى ولكنها اعتذرت. وقد صرحت فاتن حمامة سابقا انها ترفض العمل مع عادل امام لانه نجم كبير، واذا تعاونت معه في عمل واحد سيقول الجمهور فيلم عادل امام وليس فاتن حمامة، وسيتم اغفال اسمها بسبب نجومية الزعيم الطاغية بالرغم احترامها الفن. ورغم ذلك ظلت العلاقة جيدة، ودليل ذلك ان زوجها الدكتور محمد عبد الوهاب قال في حوار سابق له ان فاتن حمامة في عام 1993 كانت تحضر عرض مسرحية عادل امام، ويومها اكتشف مرضها اول مرة شعرت فاتن بالألم. قال الدكتور محمد عبد الوهاب: فاكرها زي ما تكون امبارح، كنا في مسرحية لعادل امام وبعدين حست بتعب، تقدر تقول نغزة، هي ضغطها عالي شوية، فقلت لها طيب نرجع البيت، قالت لا مش ممكن هيفسروا خروجي موقف، قلت لها يفسروا زي ما يفسروا. قالت: ده احترام لجهد فنانين، ما اقدرش امشي قبل ما تبتدي المسرحية. وبقيت، نعم وبقيت من اجل قيمة اخلاقية. حكاية سيدة الشاشة العربية والالقاب دي كلها متهيألي كتيرة قوي، يعني افضل قوي لو يقولوا فلانة.